هناك رجل اسمه بليز باسكال، هذا فيلسوف وفيزيائي وعالم رياضيات معروف، وقدم في كل هذه العلوم إضافات علمية. بليز باسكال في الرياضيات بعد عندنا كثير من عشاق الرياضيات. بليز باسكال عنده نظرية معروفة في علم حساب الاحتمالات، هو تقريبا المؤسس لهذا العلم. طبعا في العلوم الأخرى وحدة قياس الضغط باسكال هو، وبناء على نظريته في حساب الاحتمالات هو الذي اخترع الآلة الحاسبة، هو اللي اخترعها. بليز باسكال له إسهامات كثيرة في عدة علوم، منها في قضية الإيمان. بليز باسكال وظف نظريته في حساب الاحتمالات في صياغة حجة على الإيمان بالله، هذه الحجة سميت رهان الإيمان، وفيما بعد أصبح اسمها رهان باسكال. شنو هذا رهان باسكال؟ باسكال يستعمل الرياضيات، إنسان رياضي. قال عندنا فرضيتين، الإله موجود، الإله غير موجود. عندنا فرضية ثالثة؟ ما عندنا. قال إذا الإله موجود فعندي احتمالين، إما أن أؤمن بهذا الإله فأكون قد نجوت، وإما أن أكفر به فأكون قد هلكت لأنه سيعاقبني. الفرضية الثانية، الإله غير موجود، إن آمنت أنا بهذا الإله لن يضرني شيء، لن أتضرر. بعد هذا الإيمان هو لا ينفع، لكن هل يضر؟ لا يضر. ولو كفرت به هل يضرني هذا؟ أيضا لا يضر، لأنه أصلا الإله غير موجود. فإذا نحسب النسب المئوية، الإيمان بالله سواء كان الإله موجودا أو غير موجود، أنا أضمن نجاتي بنسبة كم؟ 100%. ولكن الكفر بالله النجاة فيه فقط إذا صدقت الفرضية الثانية وثبت أن الإله ليس موجود. ولكن لو كان الإله موجود أنجو؟ لا أنجو. إذن الكفر بالله وعدم الإيمان بالله نسبة النجاة منه كم؟ 50% فقط. فيقول الآن رياضيا عندي طريق النجاة منه 100%، وعندي طريق آخر النجاة منه كم؟ 50%. العاقل ماذا يتبع؟ 100%. هذا يسمى رهان باسكال، طرحه على الملحدين وتحديدا على اللا أدريين. أنت الآن تشك في وجود الله، عندك هذا الطريق 100% تنجو، هذا الطريق 50% تنجو. إذن أنت هالك، والعاقل يتبع سبيل النجاة، السبيل الذي أضمن معه النجاة. هذا ملخص رهان باسكال. طبعا عندما صاغه بهذه الصورة صار زلزال في أوساط الملحدين، أنه بالفعل الإلحاد هذا أو التشكيك في وجود الله يحتمل معه خطر كبير في مقابل الإيمان الذي في كل الحالات أنا ناجي. ولقوة هذا البرهان وتأثيره أصبح هذا الرهان حجة قوية في يد المؤمنين. وحاول الناس على مر التاريخ، المحققين الباحثين، جرى النار إلى قرصه. فمثلا بعضهم قال من الخطأ أن ينسب، طبعا لأنه ناجح، لو كان فاشل ما حد طلب. بعضهم قال هذا الرهان من الظلم أن ينسب لباسكال. لماذا؟
بعضهم قال الفخر الرازي في تفسيره ذكر هذا الرهان صريحا. وبالفعل ترى إذا نرجع إلى تفسير الرازي نجد أنه ينص على هذه القضية. شوف الرازي كلامه، قال فإن إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له فإن كان هذا المذهب حقا فقد نجونا وهلك المنكر، وإن كان باطلا لم يضرنا هذا الاعتقاد. قالوا أنتم ظلمتم الرازي، هذا الرهان هو لمن؟ للرازي، هذا الإمام العظيم إمام الفلاسفة. جاء طرف ثاني قال لا، نفس الرازي ذكر أبيات، هذه الأبيات لمن؟ لأبي العلاء المعري، وأبو العلاء ذكر في هذه الأبيات رهان باسكال. إذن المفروض هذا الفضل ينسب لمن؟ للمعري. المعري أبيات جميلة. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. قالوا إذن هذا الرهان المفروض أن ينسب لمن؟ للمعري. زين إحنا بعد لنا كلمة، أصلا هذا الرهان أقدم مصدر تاريخي ذكره نسبه لأهل البيت عليهم السلام، ومن أصرح الروايات التي تذكر هذا البرهان ما ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا الرضا عليه السلام. اسمع هذه الرواية، ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا. قال دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن عليه السلام الرضا وعنده جماعة، فقال أبو الحسن أيها الرجل أرأيت إن كان القول قولكم الكفر وليس هو كما تقولون، هذا من باب التنزل، ألسنا وإياكم شرعا سواء؟ لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا. خب لو طلع الإله مو موجود نحن نتضرر بشيء؟ لا. ثم قال وإن كان القول قولنا قولنا وهو كما نقول ألستم قد هلكتم ونجونا؟ هنا الإمام الرضا صريحا يذكر هذا الرهان. فلذلك هذه الحجة العظيمة التي تنسب لباسكال جذورها بل نصها موجود في كلمات الإمام الرضا عليه السلام.